هكذا تمشي اللبوة الفخورة. هذه الكلمات التي علقت في أذهان الجمهور الأمريكي من تقديم فرقة مياس لنفسها أمام برنامج Got Talent بنسخته الأمريكية. راقصات لبنانيات يقودهن مدرب رؤيوي فخور بالاقتراب من لقب البرنامج. قررت اختار اسم للفريق ونقيت اسم مياس وخلقت الفرقة ومن هون كملنا. هذا العرض بلشنا نحضر له دغري نهار اللي رجعنا على لبنان من الأوديشنز، وكان تحدي كتير كبير لإلي لأنه قررت أنه من أول ما تبلش الغنية بدي أعمل شيء مبهر، فتكمل بهذا الشيء أنه ضلنا طالعين طلعة كان كتير صعب. يعني أخذت معي تقريباً 5 أشهر شغل هذا التابلو. من أجل النساء في العالم العربي أدت فتيات مياس رقصات حبست الأنفاس بكل معنى الكلمة، رقصات شكلت لوحات حية مذهلة رسمها في ذهنه أولاً نديم شرفان. النهار اللي طلعت فيها الحلقة على الهواء هو نهار أنا اللي تأكدت أنه عن جد الفنان إذا بلده وأهله والمحبين ومش حواليه وقتها هو بلحظة انتصار، ما له معنى انتصاره. فهيدا النهار كان أكد لي أنه أنا كل شيء حأعمله وكل شيء حسابر لقله بطل كرمال أنا كشخص، ولا كرمال جايزة ولا كرمال لقب ولا كرمال البنات. هيدا الشيء صار للبنان. ليك يمكن العالم بتفكر انه لحظه اللي بينكبس الجولدن بازر هي لحظه اللي بيكون تحقق حلمه للواحد، هي العكس صحيح. لحظه اللي بينكبس الجولدن بازر هي لحظه اللي بتكبر المسؤوليه. بعد ما حضرت شو بدي اعمل بالنهائيات لانه هلا عرفنا انه احنا تاهلنا، بس حاعمل مستحيل تنربح. هذه رقصات تغير العالم، هذا كان تعليق رئيس لجنة التحكيم الشهير سايمون كاول. وفي الحد الأدنى تغير هذه الرقصات بالتأكيد مصير فتيات مياس اللواتي تحولن نجوما من الصف الأول.